ربنا يسهل ان شاء الله. زي ما قال الحكومه هنا عملت الشهادات قناه سويس نهوت، والناس الحمد لله شغالين على اعلى مستوى هنا الحمد لله. وصف لنا شعورك النهارده يا حاج. شعور زي ما انت شايف على كل مصر يعني المفروض يسعى اللي هو يشتري استمارة قناه السويس دي، لان طبعا مشروع كويس الحمد لله. ربنا يخلينا السيسي ان شاء الله، وربنا يوفقه في حياته، وربنا يمشي الخير والطلب اللي هو عمله دوت. شايف مشروع قناه السويس الجديد وبالنسبه للبلد ازاي؟ بالنسبه للبلد هيبقى نقله جامده قوي بامر الله ان شاء الله، ورب يوفق المصريين كلهم، يوفق الشعب المصري كله، ونصر على من يعادينا يا رب. عايزين نعرف شعورك النهارده وانت بتعمل استماره للشارع. انا طبعا شعوري جميل، بس في زحمه كده، بفكر اجي بكره بس حاجه يعني مبسوط يعني بوجودي هنا، شايف المصريين جايين بيساهموا باللي بيملكوه عشان خاطر بلده. بس ليه بيقول ان شهادات الاستثمار دي للكبار بس، واحنا شايفين شباب كمان انت بتشارك؟ ايوه زيه واصغر مني، كل اللي معاه بتاع 10 سيه معاه فلوس عايز يساهم في بناء بلده هيشارك، مفيش مشكله. لكن مش الشهاده دي حكر على الناس الكبيره زي ما بيقولوا؟ لا طبعا لا، ده كل دي اشاعات. حضرتك زي ما انت شايف في الطابور يعني كل الاعمار. انت شايف مشروع قناه السويس ازاي؟ مشروع قناه السويس الجديده شايفها ازاي؟ شايف ان هو هيكون ان شاء الله فتحه خير على مصر، وهيكون في رخاء واطمئنان للاجيال الجايه ان شاء الله، وربنا يخلي لنا القياده السياسيه وانا متفائل بخير ان شاء الله. نقول مبروك لمصر والمصريين. مبروك لمصر والمصريين كلهم.